الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدًا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد عباد الله جاء دين الإسلام ليحافظ على أمن وأمان المسلمين في مجتمعاتهم في شوارعهم وفي أحيائهم ليعيشوا فيما بينهم آمنين لا يخافون من أذى ولا من غدر ولا من طلقة طائشة فشرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام العظيمة والتشريعات الربانية الكبيرة التي تحقق هذه المقاصد الشرعية فمن ذلك تحريم رفع السلاح على المسلمين فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا فالمسلم لا يرفع السلاح على إخوانه المسلمين الذين عصم الله تعالى دماءهم وأموالهم وأعراضهم بل جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا هو المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده لم يستطل بيده عليهم ولم يطلق لسانه عليهم هذا هو المسلم الحق بل وحرم النبي عليه الصلاة والسلام بين الإخوان في البيت الواحد أن يشير أحدهم إلى أخيه بحديدة جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشار الأخ لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه إذا أشار أحدكم لأخيه بحديدة ليس بسلاح إذا أشار أحدكم لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه وإن كان أخاه لأبيه وأمه لا يشيرن أحدكم لم يقل لا يضربن لا مجرد الإشارة لا يشيرن أحد لأخيه بحديدة إذا أشار أحدكم لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه حتى ينزل الحديدة من يده تستمر الملائكة في لعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه
قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا إذا أشار بحديدة، فما بالك إذا أشار لأخيه بسلاح. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم لأخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشيرن أحدكم لأخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لا يقصد، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع ينغز في يده. والشيطان له نغز وله وخز وله وسوسة، ويجري من ابن آدم مجرى الدم. لا يشير حتى لو لم يرد أن يقتل، لا يشير بالسلاح لأخيه فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ينزع الشيطان في يده فتنطلق الطلقة فتقتل أخاه، ينزع الشيطان في يده فيهوي بالسيف فيقتل أخاه فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار. لأن الله تعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يشيرن أحدكم لأخيه بالسلاح، لا يشيرن، أحكام عظيمة ربانية كبيرة جاءت لحفظنا، جاءت لأمننا، جاءت لأماننا. تشريعات الله تبارك وتعالى التي فيها الهدى والنور، التي فيها الأمن والإيمان، التي فيها الحياة والاستقرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي وأبي بكرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، كلهم قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن الكفار هم الذين يضرب بعضهم رقاب بعض، أما أهل الإيمان فإنهم لا يضرب بعضهم رقاب بعض، وإنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فما مضى زمان حتى سددناها في وجوه بعضنا، أي رفع المسلم السيف على أخيه المسلم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا فرق بين القاتل والمقتول في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم والبخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو تمكن لكان هو القاتل. هذا المقتول لو تمكن لكان هو القاتل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما بسلاحيهما فالقاتل والمقتول في النار. تعجب الصحابة
قالوا يا رسول الله هذا القاتل عرفناه فما بال المقتول؟ فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حمل عليه سيفه، والآخر حمل عليه سيفه، حمل عليه سلاحه، والآخر حمل عليه سلاحه، فاقتتلا وتقاتلا، فالقاتل والمقتول في النار. قاله حبيبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا تحذير شديد وتنفير كبير من رفع السلاح بين المسلمين بعضهم في وجوه بعض. حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء سلمة بن كهير إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تولى علي رضي الله عنه الخلافة، فقال يا أمير المؤمنين إنهم يسبونك. فقال له علي رضي الله عنه إن لهم علينا ألا نمنعهم حقهم في البيت، يعني في بيت المال، إن لهم علينا ألا نمنعهم حقهم في البيت وألا نقاتلهم ما لم يقاتلونا، وألا نقاتلهم ما لم يقاتلونا، وألا نقاتلهم ما لم يقاتلونا. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تعامله مع من؟ مع الخوارج الذين كفروه، بل والذين فيما بعد قاتلوه، لكنه رضي الله عنه لم يبدأهم بقتال، لعلمه بأنهم وإن كانوا خوارج إلا أن لهم حق الإسلام وحرمة الإسلام وأخوة الإسلام. حتى لو سبوه، حتى لو كفروه، لا يرفع عليهم، لم يرفع عليهم السلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن بدأوا هم بقتاله، فقاتلهم ردا لصيارهم ودفعا لعدوانهم. قال ولا نقاتلهم ما لم يقاتلونا. فهذا تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك الفرقة التي خرجت في زمانه. فالحلول الأمنية في هذه المعارك الفكرية والجماعات العقدية وغيرها، الحلول الأمنية لا تغني ولا تجدي. وقد رأينا كثيرا من الدول في عصرنا الحاضر حاولت أن تتعامل بالحلول الأمنية فانفلت الأمر بالبلاد وضاع العباد. الحلول الأمنية هي أقصر طريق لاشتعال نار الفتنة. الحلول الأمنية ما زادت الحركات المسلحة إلا قوة وإصرارا، وما زادت الحركات الجهادية في العالم إلا قوة وإصرارا. الحلول الأمنية لا تغني ولا تجدي، فإن هناك كثير من دول العالم بإمكانها أن تمد من تشاء بالسلاح. الحلول الأمنية ينبغي أن تكون الطريق الأخير والمسلك الأخير، أن تكون الحل الذي آخره الكي وليس أول الحلول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج في عصره أرسل لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم ويجادلهم، فرجع من الخوارج في مجلس واحد 4000 رجعوا عن قولهم وعن رأيهم بالحوار بالنقاش بالجدال بالتي هي أحسن، رجع منهم في مجلس واحد 4000 تركوا رأي الخوارج وعادوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل وذهب علي رضي الله عنه بنفسه فناظرهم وجادلهم بالتي هي أحسن، يسألهم ويعرف لماذا كفرتموني؟ لماذا كفرتمونا؟ لماذا هجرتمونا؟ لماذا تريدون أن تقاتلوننا؟ ناظرهم رضي الله عنه
كما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بالحجة بالبرهان بالدليل. لقال الله، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم حينما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه استدلوا بآيات من القرآن لكنهم فهموها خطأً، فالحل أن يبين لهم الصواب، أن يناظروا في فهمهم الخاطئ، أن يحاوروا وأن يناقشوا في فهمهم الخاطئ حتى يرجعوا إلى الصواب. فهذا هو السبيل، وهذا هو الطريق، وهو أقصر الطرق، وهو أقصر الطرق لنزع فتيل الفتنة وحقن دماء المسلمين قاتلين ومقتولين. فإنه لا يسرنا ولا يرضي أحداً أن يقتل مسلم أبداً، بل الواجب على المسلمين أن يسعوا دائماً إلى حقن دمائهم ونزع فتيل الفتنة فيما بينهم وجمع كلمتهم لكل سبيل وطريق. ولهذا أرشدنا الله عز وجل بالنقاش والجدال بالتي هي أحسن، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن حمل السلاح بين المسلمين في مجتمعاتهم حرام. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو سوقنا، وفي رواية: إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق ومعه نبل، والنبل سلاح، إذا مر أحدكم في مسجد أو سوق ومعه نبل فليأخذ بكفه على نصالها، لا يصيب أحد من المسلمين منها بشيء، لا يصيب أحدا ولو خطأ، لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. حمل السلاح في أسواق المسلمين في شوارعهم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ترويع للآمنين، سبب في اختلال الأمن في حياة المسلمين، سبب للأذية لمسلم يصاب ولو خطأ بسلاح حمله أحد في شارع من الشوارع أو حي من الأحياء أو سوق من الأسواق أو مسجد من المساجد أو مجلس من المجالس. خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج، وكان في ذلك العام حج الحجاج بن يوسف الثقفي، فأصيب عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطرف رمح أحد الجنود، فجاء الحجاج يعود ويزور عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال الحجاج: لو أعلم من الذي أصابك، أي لنكلت به ولسجنته. قال: لو أعلم من الذي أصابك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه للأمير: أنت الذي أصبتني. قال: وكيف ذاك؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه السلاح، وفي مكان لم يكن يحمل فيه السلاح، لأن السلاح لا أمان له، لأن السلاح لا أمان له، والدماء أمرها عند الله عز وجل عظيم. قال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه
ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. ولنعلم أيها الأحبة الكرام أن الغلو ينتج الغلو، وأن التطرف ينتج التطرف. فالذي حدث في كثير من بلدان العالم الإسلامي إنما هو ردة فعل، وردة الفعل لا تبرر، لكن تدرس ردة الفعل هذه ما هي أسبابها. حمل السلاح في بلدان المسلمين، حمل السلاح في بلدان المسلمين صار أيسر وأقصر طريق لجنب الحقوق ورفع المظالم، صار ثقافة في كثير من بلدان المسلمين، بل وفي بلدنا هذا على وجه الخصوص. ليست جماعة دينية فقط، بل جماعات مسلحة، جماعات مسلحة تملأ البلاد شرقا وغربا، تحمل سلاحها، تصفي حساباتها بالسلاح، وتنزع حقوقها بالسلاح، وتفرض مطالبها بالسلاح. لا فرق بين المطالب الدينية والمطالب الدنيوية من جهة الاستحقاق، لا فرق بين المظالم الدينية والمظالم الدنيوية من جهة الاستحقاق. فكما أن المطالب الدنيوية حقوق، فالمطالب الدينية حقوق. وكما أن المظالم الدنيوية حقوق، فالمظالم الدينية حقوق. لا فرق بين جماعة دينية خرجت تطالب بحق، وبين جماعة وبين حركة مسلحة خرجت تطالب بحق. هذا غلط وهذا غلط، هذا خطأ وهذا خطأ. فالحقوق لا تنزع بالسلاح بين في مجتمعات المسلمين، والمظالم لا تسترد بالسلاح بين المسلمين. إن التطرف العلماني في بلدان العالم الإسلامي، في السودان، في تونس، في الجزائر، في غيرها من بلدان العالم الإسلامي، أورث تطرفاً وأفرز تطرفاً آخر في الاتجاه المعاكس. استفزاز المسلمين في دينهم، في عقيدتهم، في إسلامهم، في شريعتهم، في أحكام ربهم، في هويتهم، في أخلاقهم، لا يمكن أن يمر مرور الكرام. وإذا كان العلماء يضبطون خطابهم ويضبطون تصرفاتهم، فإن كثيراً من شباب الإسلام يغضبون لله تبارك وتعالى غضباً شديداً، وربما من شدة غضبهم سلكوا السبل الممنوعة لإقامة أمر فرضه الله عز وجل على عباده. التطرف العلماني المتوحش في بلدان العالم الإسلامي هو الذي أورث هذه الحركات والجماعات التي تطالب في الأصل بحق، لكنها أخطأت السبيل والوسيلة. تطالب بتحكيم شرع الله عز وجل، وهذا حق، وهذا حق. ما الذي أخرج التنظيمات الغلو في بلدان العالم الإسلامي؟ تطرف العلمانية، غلو العلمانية، توحش العلمانية. حينما يستهدف المسلم في دينه، في مقدساته التي يموت في سبيلها ويقدم روحه من أجلها، والتي خلقه الله تعالى لأجل إقامتها، حينما يستهدف المسلم في دينه، وحينما يستذل في شريعة ربه، وحينما يحارب في أحكام خالقه، فإنك لا تضمن تصرفه كيف يكون، وردة فعله كيف يكون. في بلد تحل فيها ممارسة عمل قوم لوط بقانون يحفظ حقوقهم، ثم تريد الشاب لا يغضب لربه، تريده أن يسكت ساكنا لا يغير ولا يتحرك،
ولهذا وهذا ليس للتبرير وإنما هذا للتحذير للجهات الأمنية، للجهات السيادية، للجهات التي تقوم على أمر هذه البلاد. إذا لم يوقف خطاب العلمانية وأحكام العلمانية عن هذه البلاد فالأمر سيكبر بكثير وسيتضاعف بكثير. أقول هذا ليس تهديدا، فإن موقفي من نشر ورفع السلاح بين مجتمعات المسلمين معروف بالمنع والتحريم، لكني أقول هذا بناء على قراءة تاريخية وواقعية للحركات التي نشأت في بلدان العالم الإسلامي. السبب الأول استفزاز المسلمين في دينهم، ظلم المسلمين في دينهم. المظالم الدنيوية أعظم من المظالم الدينية، أعظم من المظالم الدنيوية. حينما يحكم المسلم بغير شرع الله فهذا ظلم عظيم له. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا ظلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا فسق بنص كتاب الله تبارك وتعالى. هذه مظالم دينية. أكثر من 95% أكثر من 95% مسلم في السودان. كيف يحكمون بالعلمانية؟ كيف يشرع الربا في بلدانهم؟ كيف تستحل الخمور بالقانون في بلدانهم؟ كيف تباح الدعارة في بلدانهم؟ كيف تنشر الفواحش وتحمى بسلطان الدولة في بلادهم؟ كيف يحل عمل قوم لوط في بلادهم؟ كيف تعطل أحكام الشريعة، شريعة خالقهم في بلادهم؟ كيف تبدل وتغير القوانين للأسرة والطفل، للنكاح والزواج، للأحوال الشخصية؟ كيف يباح الردة؟ كيف تباح الردة؟ كيف تباح الردة في بلدان المسلمين بحجة أنها حرية رأي، في حين أن سب رئيس الدولة جريمة موجهة ضد الدولة؟ بالله حدثوني، كيف لشاب مسلم ألا يفقد صوابه واتزانه وعقله حينما يرى دولته تعتبر الإساءة لرئاسة مجلس السيادة جريمة موجهة ضد الدولة، ولا تعتبر الإساءة لله جريمة موجهة ضد الدولة بل حرية رأي وتعبير؟ كيف يتزن شاب من شباب المسلمين وهو يرى أن الخروج عن القانون في بلده، الخروج عن القانون خيانة عظمى، والخروج على حكم ملك الأرض والسماوات ليس خيانة عظمى؟ كيف يصبر؟ كيف يستوعب عقله مثل هذه الأشياء وهو يهان في مقدساته؟ يهان في مقدساته، لا يهان في شيء هين ولا رخيص، يهان في أغلى ما يملك في دينه وفي أخلاقه. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فاعقد عليهم مأتما وعويلا. كيف وهو يرى الموبقات لا تفعل فقط بل وتستحل بالتشريع والقانون وتحمى من قبل الدولة؟ كيف تريدونه ألا يغضب ولا يفقد صوابه؟ نحاوره نعم، لكن الحل الجذري رفع هذه المهددات الأمنية، وأول مهدد أمني في بلادنا العلمانية. أول وأكبر مهدد أمني في بلادنا العلمانية والعلمانيون. تطرف العلمانية، توحش العلمانية، خطاب العلمانية، السماح لوزير العدل العلماني بتبديل القوانين وتشريع القوانين التي تحارب الله وتحارب دينه وتحارب دين المسلمين،
هذا هو التطرف الحقيقي، هذا هو الإرهاب الحقيقي. الإرهاب الحقيقي، أي إرهاب أكبر من هذه الضائقة المعيشية التي يعيشها المسلمون في بلادهم؟ هذا الذي يصنع الإرهاب الحقيقي. أي إرهاب أكبر من الضائقة المعيشية التي أفرزت لنا ليست حركة واحدة وإنما حركات مسلحة في عرض البلاد وشرقها؟ أي إرهاب أكبر من الضائقة المعيشية التي أفرزت لنا ما يسمى بتسعة طويلة؟ أي إرهاب أكبر من الضائقة المعيشية التي ينام رب الأسرة في بيته بالليل نوم القلق، يخشى في كل لحظة أن يقفز إلى داخل بيته مجموعة مسلحة بالسواطير والسيوف والمسدسات والسكاكين يهددونه وأسرته، يأخذ أمواله وينهب ممتلكاته؟ هذا هو الإرهاب الحقيقي. الإرهاب نصنعه نحن، تصنعه سياسات الدولة، الإرهاب تصنعه الدول بنفسها. فإذا جاءت ردة الفعل غضبوا على ردة الفعل ولا ينظرون إلى ما اقترفت أيديهم وإلى ما سنته قوانينهم وإلى ما شرعه وزراء عدلهم. إن استفزاز المسلمين عباد الله في دينهم أمر كبير وعظيم ونتائجه لا تحسب ولا تستوعب. الحل الذي يجمع البلاد وصفها الحكم بشرع الله، عدم المساس بالمقدسات، عدم المساس بالمقدسات، عدم المساس بأحكام الشريعة الإسلامية. كل قانون غير وبدل يجب أن يلغى ويسترد إلى ما كان من حكم الله تبارك وتعالى. يحكم الناس بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لن تجد جماعات غلول ولن تجد تكفيرا في بلدان المسلمين، لن تجد ذلك، لأن الأسباب التي تسببت في خروج هذه الجماعات في العالم الإسلامي واحدة: العلمانية. العلمانية. أقول هذا وأذكر به العقلاء، أقول هذا بيانا عاما لجميع المسلمين، أقول هذا عباد الله لندرك بلادنا من خطر العلمانيين قبل أن ينفرط العقد، قبل أن ينفرط العقد وينفلت الأمن. والفتنة في الدين أعظم من القتل نفسه، قال الله تبارك وتعالى: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة في الدين، استفزاز المسلم في دينه، استهدافه في هويته وأخلاقه أكبر من قتله. أذكر بهذا المعنى عباد الله، وواجبنا جميعا أن ننزع فتيل الفتنة من بلدنا وأن نتداركه قبل أن يلحق بلدانا أخرى انفرط عقدها وانفرط أمنها وزال أمانها. ندرك بلدنا هذا بمنع العلمانية من حياتنا ومن قوانيننا ومن دولتنا تماما، لأن هذا أكبر استهداف ومهدد أمني للإسلام والمسلمين في بلاد السودان. أسأل الله تعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع لواءه. اللهم ولِّ علينا من يقيم فينا دينك، اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا على صراطك المستقيم، اللهم اجمع كلمتنا على طريقك الطويل، اللهم ولِّ علينا من يحكم فينا شرعك والدين، اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشفق عليه، اللهم من حمل علينا السلاح فاكفنا شره بما تشاء إنك على كل شيء قدير، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.